الرئيس السيسي يوجه بالعمل على إيجاد مزيد من فرص التوظيف لفئة العمالة غير المنتظمة. وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسة للمناورة حسم 2020، يوصي بالحفاظ على أعلى درجات الجاهزية القتالية. استطلاع جديد للرأي يظهر تراجعا عنيفا لشعبية حزب أردوغان. تمام العاشرة صباحا في القاهرة، الثامنة بتوقيت جرينتش. هذه جولة إخبارية جديدة تأتيكم من إكسترا نيوز. أهلا بحضراتكم أينما كنتم، وفي البداية كالمعتاد نتمنى من حضراتكم اتباع جميع الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، أن تحموا أنفسكم ومن تحبون. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء. قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي إن الاجتماع استعرض مدى تأثير أزمة فيروس كورونا على المؤشرات الاقتصادية للدولة، حيث وجه الرئيس بالاستمرار في جهود مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات الجائحة إلى جانب توفير السلع الاستراتيجية والعمل على إيجاد مزيد من فرص التوظيف للعمالة غير المنتظمة. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وذلك بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض مدى تأثير أزمة كورونا على المؤشرات الاقتصادية للدولة، خاصة معدلات الاستهلاك المحلي، وعلى قطاعات الاتصالات والسياحة والصحة والرعاية الطبية. فقد تمت الإشارة في ذات السياق إلى التأثر الذي لحق بقطاع السياحة على المستويين المحلي والعالمي نتيجة لجائحة كورونا، لا سيما مع الإجراءات الاحترازية وقرارات الإغلاق التي شهدتها العديد من دول العالم، فضلا عن التراجع العالمي الذي أصاب إنتاج العديد من السلع بسبب انخفاض الطلب وتأثر سلاسل التوريد، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة التسوق الإلكتروني عبر الإنترنت بشكل ملحوظ. وقد وجه السيد الرئيس بالاستمرار في جهود مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا، خاصة في القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا، إلى جانب توفير السلع الاستراتيجية من منتجات غذائية ومستلزمات طبية، والعمل على إيجاد المزيد من فرص التوظيف لفئة العمالة غير المنتظمة. كما شهد الاجتماع استعراض تطورات تنفيذ برنامج أطفال بلا مأوى تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، والذي يعمل على معالجة هذه الظاهرة على مستوى الجمهورية من خلال تقديم خدمات الرعاية والتأهيل لهم، حيث وجه السيد الرئيس بتقديم المزيد من الدعم وحزم التمويل لهذا البرنامج الذي يساهم في دمج هؤلاء الأطفال في المجتمع، وذلك في إطار تربوي واجتماعي سليم، خاصة في المحافظات الأعلى كثافة، وبالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المرحلة الرئيسة للمناورة الاستراتيجية حسم 2020، والتي نفذتها تشكيلات ووحدات المنطقة الغربية العسكرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسة للقوات المسلحة. كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا. إذا كان يعتقد البعض أنه يستطيع أن يتجاوز الخط سرت الجفرة، ده أمر بالنسبة لنا خط أحمر. الجيش المصري يحمي ولا يهدد. المناورة حسم 2020.
شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المرحلة الرئيسية للمناورة الاستراتيجية حسم 2020 والتي نفذتها التشكيلات ووحدات المنطقة الغربية العسكرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والتي استمرت لعدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة شملت المرحلة الرئيسية قيام طائرات متعددة المهام بتأمين أعمال قتال القوات وتقديم المعاونة الجوية بغرض القضاء على العناصر المرتزقة من الجيوش الغير النظامية وتنفيذ رماية لاستهداف مناطق تجمع تلك العناصر ومراكز القيادة ومناطق التكدسات والدعم اللوجستية بالإضافة إلى قيام عدد من الطائرات الهليكوبتر بإبرار سريرة صاعقة لتنفيذ إغارة على مركز قيادة مكتشف للعناصر المرتزقة وتدميره وتحت ستر نظام المدفعية تم تطوير أعمال القتال في العمق وتنفيذ رماية تكتيكية بالذخيرة الحية لكتيبة دبابات مدعمة في ظل الوقاية المباشرة المضادة للطائرات عن التجميع الرئيسي للقوات بتنفيذ رماية دفاع جوي أظهرت مدى الدقة في إصابة الأهداف وظهر خلال هذه المرحلة التعاون الوثيق بين كافة عناصر تشكيل المعركة والقدرة العالية على المناورة واستغلال طبيعة الأرض لتحقيق المهام في التوقيتات المحددة وفي نهاية المناورة نقل الفريق أول محمد زكي تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال المنطقة الغربية العسكرية في كافة المهام التي توكل إليهم وأشاد القائد العام بالأداء المتميز والكفاءة القتالية العالية للقوات المشاركة في المناورة وجدير بالذكر قد تضمنت المراحل الأولى للمناورة تنفيذ أعمال الفتح الاستراتيجي للقوات البرية والفتح الاستراتيجي للقوات الخاصة من المظلات والصاعقة وتنفيذ عملية بر مائية ناجحة للقوات على الساحل في منطقة حدودية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي وتنفيذ أعمال المناورة والقتال الجوي والتعامل مع الأهداف ذات العمق البعيد والتي تتطلب التزويد بالوقود في الجو لمختلف الطرازات وتنفيذ رمايات الدفاع الجوي والمدفعية المنورة حسم 2020. أشاد تقرير صادر عن مجموعة أكسفورد للأعمال كبرى مؤسسات بحوث الاقتصاد والأعمال في بريطانيا
أشاد بالإنجازات التي تحققها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واعتبرت المؤسسة أن الإنجازات هي التي عززت من صمود مصر أمام تداعيات جائحة كورونا وتقلبات الاقتصاد العالمي التي صاحبتها وإدارة تلك الأزمة غير المسبوقة بكفاءة. إشادات دولية مستمرة تتلقاها مصر بفضل مرونة اقتصادها الذي استطاع أن يصمد أمام جائحة فيروس كورونا المستجد. تقرير مجموعة أكسفورد للأعمال، وهي كبرى مؤسسات بحوث الاقتصاد والأعمال في بريطانيا، أشاد بالإنجازات التي تحققها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. الإصلاح الاقتصادي الذي أسهم في تحسين المركز المالي للحكومة كان في مقدمة العوامل التي مكنت مصر من التعامل بفاعلية مع تداعيات كورونا وإدارة تلك الأزمة غير المسبوقة بكفاءة، وفقاً لتقرير أكسفورد الذي أضاف أن مصر تعاملت باقتدار مع الآثار المباشرة وغير المباشرة للوباء على قطاعات الأعمال، لا سيما في القطاع الخاص الذي سعت الدولة إلى تخفيف أعبائه كقاطرة للتنمية. وعلى المستوى الإقليمي، اعتبر التقرير البريطاني أن نجاح مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي في إطلاق اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية إلى حيز الوجود هو علامة فارقة على صعيد التنمية. وقالت الدراسة إن الاتفاقية تفتح أمام الاقتصاد المصري سوقا أفريقية كبيرة يقدر حجم ناتجه المحلي الإجمالي نحو 1,500,000,000,000 دولار. مبادرة مصر بتقديم ما تيسر لها من عون لعدد من بلدان العالم التي ضربها الفيروس للتخفيف من آثاره يحسب لمصر في دراسة أكسفورد، حيث اكتسب المفهوم الإنساني للقيادة المصرية في التعامل مع الأزمة قيمته العملية التي تعبر عن قيم التضامن والتعاون العالمية. الدراسة البريطانية اعتبرت أيضاً أن رعاية مصر لصحة مواطنيها تعكس قناعة الرئيس السيسي بأن الصحة الجيدة للمصريين هي السبيل لتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة، فضلاً عن كونها حقاً إنسانياً أصيلاً. قام وزيرا السياحة والأثار خالد العناني والطيران المدني محمد منار برفقة محافظ جنوب سيناء خالد فودة، قاموا بزيارة تفقدية لعدد من مدن المحافظة لمتابعة الإجراءات الاحترازية المتخذة والمتبعة داخل الفنادق والمنتجعات السياحية لمواجهة فيروس كورونا، حيث جرى تفقد مطار شرم الشيخ، وذلك لمتابعة الإجراءات الاحترازية المتبعة فيه لمواجهة الفيروس بدءا من وصول السائحين للمطار. احنا دلوقتي بدأوا الحمد لله يقولنا ينزلوا لنا بشكل منتظم في الثمان ايام اللي فاتوا، هو أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا، دول الثلاث دول، ومواطنين دول اخرى بيجوا على الطيران بتاع الدول دي. الاتحاد الاوروبي حضرتك عارفه ان هو ليه موقف جماعي، وامبارح عملت اجتماع موسع مع كل سفراء دول الاتحاد الاوروبي في مصر واطلعتهم على الضوابط بتاعتنا، وهم اكدوا انه ما فيش حظر على سفر الى مصر او ما فيش قيد خاص بمصر، ولكن هي ضوابط عامه حاطينها. الزيارات دي مهمة جدا لان احنا بنشوف بعينينا، بنسمع من السياح، بنشوف المطارات. احنا بنقول للمستثمر او للسياحة او للطيران احنا اللي جاي لكم نشوف مشاكلكم ايه ونحلها. طبعا دي بالنسبة لشرم والغردقة، زي ما معالي المحافظ تفضل وقال ان احنا دي اول او ثالث مرة نيجي فيها لمطار شرم الشيخ. المرة اللي فاتت كنا بنقول قبل الافتتاح كنا بنطمئن بنفسي على ان الاجراءات الاحترازية كلها متبعة، كان لسه الكاميرات ما ركبتش زي ما وعدوني زملائي في المطارات اللي وزن ايام، ويعني في ايام معدوده تكون الكاميرات راكبه. جيت بنفسي واطمنيت، الكاميرات راكبه ما شاء الله زي الفل. احنا حاطين كاميرا من احدث ما يمكن، بتجيب الحراره، بتجيب لو الماسك او الكمامه مش راكبه، بنطمئن الاجراءات الحمد لله كلها زي الفل. النهارده بقى في خبر كويس ان احنا النهارده جانا طياره 300 راكب من خارج اوكرانيا، يعني هم أوكران بس من خارج العاصمة، ودي برضه مؤشر كويس، ودي الطيارة 13. في الحقيقة يعني في حركة، وفي حركة من السوق الأوكراني والسوق البيلاروسي، إنما إحنا كلامنا بنقول إن إحنا عايزين نتحرك في اتجاهات أخرى عشان اللي ما يعرفش يعرف، واللي فاهم إن مصر يعني فيها مشاكل أو فيها جائحة يعرف ان شرم الشيخ والغردقة ما فيهمش اي حاجة. اختتمت محادثات اليوم السابع الخاصة بسد النهضة بحضور وزراء الري في مصر والسودان واثيوبيا بشأن قواعد ملء وتشغيل السد دون تحقيق ثمة توافق في اي من النقاط الفنية او القانونية.
إذ استمرت الخلافات بين الدول الثلاث، وقد توافق الوزراء على قيام كل دولة بإرسال تقريرها اليوم إلى جنوب إفريقيا بصفتها رئيسة الاتحاد الإفريقي حول تقدم المفاوضات، فيما تقوم جنوب إفريقيا بإعداد تقرير سرد الوقائع، بينما يقدم التقرير النهائي إلى رئيس الاتحاد في 13 من هذا الشهر. اتفق وزراء الدول الثلاث على الاجتماع مجددا يوم الأحد المقبل، بينما تستمر النقاشات الفنية والقانونية مع اللجان المعنية حتى الاثنين المقبل. أعلنت وزارة الصحة خروج 512 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 22753 حالة. أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد أنه قد جرى تسجيل 950 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها عمليا للفيروس، مشيرا إلى وفاة 53 حالة جديدة. سجلت الولايات المتحدة أكثر من 65500 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات 24 الأخيرة في حصيلة يومية قياسية جديدة بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز. أظهرت البيانات أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة في الولايات المتحدة الأكثر تضررا بالوباء ارتفع ليصل إلى أكثر من 3,100,000 إصابة. توفي من بينهم 133,195 إصابة. أعلنت رئيسة بوليفيا جانين أنس ثبوت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وغردت عبر موقع تويتر بالقول إنها في حالة جيدة وتواصل العمل وهي في العزل، مضيفة أن بلادها ستتجاوز هذه الأزمة. وجاء التأكيد بعد أسبوع من إعلان وزيرة الصحة في بوليفيا ماريا إيدي روكا إصابتها بالفيروس. وسجلت بوليفيا التي يقطنها أكثر من 11.5 مليون نسمة ما يزيد على 42,000 إصابة مؤكدة بالمرض، فضلا عن تسجيل 1500 وفاة. في أمريكا الجنوبية أيضا ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها سجلت نحو 43,000 إصابة جديدة بالفيروس على مدار الساعات 24 الأخيرة، فضلا عن إحصاء 1220 وفاة. وفقا لبيانات الوزارة، فقد بلغ إجمالي الإصابات المسجلة بالفيروس في البرازيل أكثر من 1,700,000 شخص منذ ظهور الوباء، بينما بلغ عدد الوفيات 69,184 شخصا. في سياق متصل، قال المكتب الصحفي للرئيس البرازيلي جاير بولسونارو إن بولسونارو في حالة صحية جيدة ولا يعاني أي مضاعفات بعد اكتشاف إصابته بالفيروس. أظهرت بيانات وزارة الصحة المكسيكية تسجيل رقم قياسي جديد لحالات الإصابة بفيروس كورونا التي تم الإبلاغ عنها في يوم واحد فقط. وقالت الوزارة إنها وثقت 7,280 حالة جديدة، لترتفع إجمالي حالات العدوى إلى 282,283 إصابة. كما أعلنت السلطات تسجيل 730 وفاة إضافية، ليصل إجمالي عدد الضحايا إلى 33,526 وفاة. في أستراليا، قال رئيس الوزراء سكوت موريسون إن بلاده ستخفض عدد المواطنين المسموح لهم بالعودة من الخارج كل أسبوع بنسبة تصل إلى 50% مع تزايد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا. وقال موريسون إنه سيسمح بحد أقصى يصل إلى 4,000 شخص بالعودة كل أسبوع. حظرت إيطاليا دخول مسافرين من 13 دولة، وصفتها بأنها تسجل مستويات عالية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وقال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبرادزا في بيان إن الحظر يشمل أي شخص أقام أو سافر عبر هذه الدول على مدار الأيام 14 الماضية. يذكر أن السلطات الإيطالية تسمح للوافدين من كل الدول بدخول البلاد
لكنها تلزمهم بالحجر الصحي الإلزامي 14 يوما فور وصولهم. أعلنت وزارة الدفاع الروسية بدء المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية للقاح مضاد لفيروس كورونا التي يديرها مركز غماليا للبحوث بالتعاون مع الوزارة. قال التقرير إن وزارة الدفاع بالتعاون مع مركز البحوث الوطني لعلم الأوبئة سيعكفون على اختبار فاعلية اللقاح على مجموعة ثانية من المتطوعين بهدف التعرف على الاستجابة لتقوية جهاز المناعة ضد فيروس كورونا. اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب أن السياسات المالية التي انتهجتها السلطة السياسية في السابق أوصلت لبنان إلى الانهيار الراهن وفق تعبيره، مشيرا إلى أن التدقيق في حسابات مصرف لبنان المركزي خطوة أولى ستتسع لاحقا لتشمل باقي مؤسسات الدولة. وخلال اجتماع مجلس الوزراء اعتبر دياب أن التدقيق المالي يمثل ركيزة أساسية في عملية الإصلاح، وأن الحكومة ماضية بخطواتها الإصلاحية بالرغم من محاولات البعض تهشيم صورة هذه الإصلاحات وفق تعبيره. يحتفل العراقيون اليوم بمرور 3 سنوات على تحرير مدينة الموصل من تنظيم داعش الإرهابي وسط تساؤلات حول أسباب تأخر إعادة الإعمار للمدينة المدمرة بسبب الإرهاب. 3 أعوام مرت على تحرير مدينة الموصل والتي كان يتخذها تنظيم داعش الإرهابي عاصمة لخلافته المزعومة، حيث تمكنت قوات الجيش العراقي من تحرير المدينة من قبضة التنظيم الإرهابي وإعلان النصر الكامل يوم 10 يوليو 2017، نصر ينظر إليه العراقيون كمرحلة مفصلية في تاريخ العراق الجديد، إذ أدى الانهيار الأمني في عام 2014 أمام عناصر داعش الإرهابي إلى تداعيات كبيرة لعل أهمها سقوط 5 محافظات بعضها على أطراف العاصمة بغداد، بينما نازح نحو 6 ملايين عراقي من منازلهم ومناطقهم. لم ينسى سكان الموصل ذلك اليوم والذي غير من واقع مدينتهم إلى الأسوأ بعدما شهدت حربا استمرت 3 أعوام دمرت فيها أجزاء كبيرة من المدينة ومعالمها وبناها التحتية، وقتل فيها الآلاف وهرب الملايين. وبحسب الأرقام الرسمية والتي أعلنتها لجنة الخدمات في البرلمان العراقي، فقد تم تدمير قرابة 80% من المدينة، وتشير أرقام وزارة التخطيط العراقية إلى أن الموصل تحتاج لنحو 100 مليار دولار لإعادة إعمارها بشكل كامل. وبعد مرور 3 أعوام على تحرير الموصل، ما زالت ثاني أكبر المدن العراقية من حيث الكثافة السكانية بعد بغداد، والتي تعاني من مخلفات الدمار والخراب على الرغم من عودة الحياة جزئيا في بعض المناطق التي تم إعادة تأهيلها. وعلى المستوى الميداني، أطلقت القوات العراقية العديد من العمليات العسكرية لملاحقة فلول داعش الإرهابي مثل إرادة النصر وأبطال العراق وغيرها، وهي العمليات التي حققت إلى حد بعيد واقعا أمنيا أفضل في الموصل وغيرها. تساؤلات عدة ما زال يطرحها الشارع العراقي مع دخول العام الرابع من القضاء على داعش، ولعل أهمها الأسباب التي أدت إلى هذا السقوط، وكذلك تأخر محاسبة المسؤولين عنه أمام القضاء. لكن يبقى السؤال الأهم، كيف يتم إزالة آثار العدوان الإرهابي في ظل استمرار أزمات النازحين وفشل إعادة الإعمار نتيجة الفساد والأزمة المالية؟ قال موقع صحيفة زمان التركية إن نتائج استطلاع رأي توقعت تراجعا حادا في الأصوات المحتمل أن يحصل عليها حزب العدالة والتنمية الحاكم في حال أجرية انتخابات مبكرة في البلاد. ونقلت الصحيفة عن مدير مؤسسة جنير للاستطلاع إحسان أكتاش أن الفترة المقبلة ستشهد تراجعا وصفه بالعنيف لأصوات حزب العدالة والتنمية الحاكم، بينما ستصعد فرص التصويت لحزب كحزب الشعب الجمهوري المعارض إلى أكثر من 30% وفق التقرير. أشار أكتاش إلى أن حزب الشعب الجمهوري حقق نجاحات وصفها بالمهمة في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة،
وتوقع ارتفاع نسبة المصوتين له خلال الفترة المقبلة. يواجه قطاع السياحة في تركيا صعوبات جمة بعد تحذيرات وتخوفات دولية من السفر إلى هناك نتيجة سياسات أردوغان التي وصفت بالعدائية والتي تسببت بدورها في استثنائها من قائمة الدول المسموح لدول الاتحاد الأوروبي بالسفر إليها إلى جانب تحذير روسي مماثل. تحذيرات وتخوفات دولية من السفر إلى تركيا التي تدفع ثمن سياسات أردوغان العدائية والتي تسببت في استثنائها من قائمة الدول المسموح لدول الاتحاد الأوروبي بالسفر إليها بجانب روسيا التي أعلنت ذات القرار. اتحاد مشغلي الرحلات السياحية الروسية طالب بعدم الحديث عن عودة السياحة الروسية إلى تركيا قبل مطلع أكتوبر المقبل في وقت أعلن فيه الاتحاد الأوروبي وعلى رأسه ألمانيا استمرار تعليق السفر مع تركيا بفعل تفشي فيروس كورونا في البلاد وعدم الشفافية في التعامل مع الجائحة. تركيا المتهالكة اقتصادياً والمحملة بالديون وسط أزمة في مصادر النقد الأجنبي كانت تأمل في عودة السياحة إليها في أسرع وقت، لا سيما وأن إيرادات القطاع السياحي خلال الربع الأول سجلت نحو 4 مليارات دولار أمريكي متراجعة من نحو 34 مليار دولار مع نهاية العام الماضي، لتفقد تركيا نحو 30 مليار دولار من إيرادات النقد الأجنبي. تقارير وأرقام هيئة الإحصاء التركية كشفت عن تراجع إيرادات قطاع السياحة التركية خلال مارس الماضي ليسجل مستويات تاريخية عند مستوى 787 مليون و750 ألف دولار ليحقق أقل مستوى في السنوات الثلاثة الأخيرة. أعداد الركاب ببعض المطارات الدولية في تركيا تأثر بشكل ملحوظ بعدما تراجعت الرحلات بنسبة 96% عن العام الماضي في وقت يتراجع فيه أعداد المسافرين بنسب تتراوح بين 60 إلى 95%. ليشهد قطاع الطيران مزيداً من التدهور في وقت ارتفعت مديونياته خلال العام الجاري بقيمة مليار دولار من إجمالي ديون بلغت قيمتها 9 مليارات و600 مليون دولار، وذلك وفقاً لوكالة بلومبرج الأمريكية. تعهد المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جوزيف بايدن في حال فوزه بإنفاق 700 مليار دولار على المنتجات الأمريكية والأبحاث الصناعية. وقال بايدن في كلمة بشرق بنسلفانيا إن ذلك سينشئ وظائف جديدة مدفوعة الأجر لقرابة 5 ملايين مواطن أمريكي في خضم العمل على تجاوز تداعيات جائحة فيروس كورونا. قالت شرطة هونغ كونغ إنها اعتقلت 7 أشخاص بتهمة مساعدة مشتبه به في طعن ضابط شرطة خلال احتجاج على قانون جديد للأمن القومي مطلع هذا الشهر. أضافت الشرطة في مؤتمر صحفي بأن المعتقلين متورطون في ارتكاب جرائم بما في ذلك المساعدة في ترتيب شراء تذكرة سفر ونقل شخص طعن ضابطا قبل أن يتم إلقاء القبض عليه في المطار بعد ساعات فقط من تطبيق القانون الجديد. في مصر من جديد هذه المرة، حيث فتحت دار الأوبرا أبوابها بعد أكثر من 3 أشهر من إغلاق دور الثقافة في البلاد بسبب تداعيات فيروس كورونا، واستهلت أولى حفلاتها بحفل بالمسرح المكشوف اتخذت فيه الإجراءات الاحترازية كافة وبنسبة حضور لم تزد عن 25%. فيما قال مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية إن الدار تستعد لإقامة 40 فعالية على الأقل في مختلف دور الأوبرا في المحافظات المصرية المختلفة. قبل ما يعلن ان هيكون في حضور لجمهور ولو حتى بنسبه، كانت الفكره ان احنا تاكدنا ان مش ممكن هيبقى في تقديم لبعض المهرجانات واهمها طبعا مهرجان القلعه مثلا، فادركنا ان لا هيكون صعب. فايه الحل البديل؟ وايه الحل البديل؟ ان احنا نقدر لما يكون في مجال ان بحضور جمهور، ايه البديل؟ ان نقدر يبقى في امان للحضور للجمهور وللفنانين المشاركين وكده. ففكرنا على طول في المسرح المكشوف بالنافوره. ايضا في المسرح المكشوف في الاوبرا كبرنا المسرح بشكل كبير جدا بحيث انه يعني يستوعب عروض كبيره وهامه. كمان في ساحه الهناجر اقمنا مسرح رائع الحقيقه، هيتقام عليه ايضا عروض مسرحيه. احنا طبعا عاملين اجراءات احترازيه مشدده جدا من اول ما يخش الجمهور من على البوابه الكبيره اللي بره،
بيلاقي احد الموظفين اللي بيكشفوا عليه بجهاز الحراره، وبعد كده يمر على بوابه التطهير او بوابه التعقيم، وبعد كده هو يخش جوه يلاقي، هو طبعا لازم يكون لابس كمامه، يخش جوه يلاقي الكراسي بعيده عن بعضيها تقريبا متر ونص ما بين كل كرسي وكرسي وبين كل صف وصف. المصر عندنا دوت في الطبيعي يشيل مثلا 1500 مشاهد او اكتر، احنا عاملين كل الموضوع 350. تفقد محافظ بورسعيد عادل الغضبان مشروع الاسكان الاجتماعي المخصص لمستحق المرحله الثالثه، حيث اطمأن على سير العمل بالمشروع واستمع الى ممثلي الشركات القائمه على التنفيذ عن حجم الاعمال وتفقد الوحدات السكنيه التي جرى تشطيبها وفق اعلى المستويات حتى لا يحمل الشباب بنفقات عقب تسلم الوحدات البالغ عددها 7962 وحدة، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 85% من أعمال المرافق بالمشروع وأن هناك جهودا مبذولة من العاملين من أجل سرعة الانتهاء منه. احنا بنقول لشباب بورسعيد النهارده مبروك عليكم، وفي نفس الوقت بنقول فخامه الاسعاف بتاع السيسي الف شكر على هدايات لمحافظه على شباب محافظه بورسعيد. الارض ديت سياده الرئيس خصصها لشباب بورسعيد 175 فدان للمرحله الثالثه اسكان اجتماعي، وبالاضافه خصص برضه سيادته 175 فدان للمرحله للمشروع ابو تسعه في المنطقه ديت. واحنا النهارده من 2017 النهارده منتصف 2020، شوف حجم الانجاز ايه. اول قرى هتتم ان شاء الله الاسكان الاجتماعي المرحله الثالثه هيتم فيها ان شاء الله لحد الجاي ان شاء الله. أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوفا أن اليوم هو موعد سحب قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، وضمت أندية أتلانتا الإيطالي ولايبزيج الألماني وأتلتيكو مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي التأهل إلى ربع النهائي، فيما تتبقى أربع مباريات في إياب دور الثمن النهائي. سجل الدولي المصري محمد صلاح هدفين أسهما في فوز كبير لفريقه ليفربول بطل الدوري الإنجليزي على فريق برايتون بثلاثة أهداف لهدف، ليعود نجم ليفربول لدائرة المنافسة على لقب هداف الدوري الإنجليزي للموسم الثالث على التوالي. عاد الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول لدائرة المنافسة على لقب هداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعد أن سجل هدفين في شباك فريق برايتون لحساب الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز البريمير ليج. ورفع صلاح رصيده من الأهداف بالدوري هذا الموسم إلى 19 هدفا بفارق 3 أهداف عن المتصدر جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي. الفرعون المصري حقق إنجازا شخصيا لافتا بعدما بات أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يسهم في إحراز 100 هدف للفريق في بطولة البريمير ليج خلال 104 مباريات فقط منذ قدومه للفريق في صيف عام 2017، وأحرز صلاح 73 هدفا وصنع 27 تمريرة حاسمة لليفربول في أقل من 3 مواسم مع الفريق، وهي أرقام تظهر أهمية اللاعب المصري وقيمته للفريق. ويبدو وصول صلاح إلى رقم 100 في 104 مباريات لافتا، علما بأن مايكل أوين وروبي فاولر نجمي الفريق السابقين بلغ هذا الرقم بعد 148 و158 مباراة على الترتيب، بينما احتاج ستيفن جيرارد القائد التاريخي لليفربول 212 مباراة لتحقيق الإنجاز ذاته. ليفربول المتوج باللقب بات أسرع فريق في تاريخ البريمير ليج يصل إلى 30 انتصارا في موسم واحد بعد 34 مباراة فقط، كما أن كتيبة المدرب يورجن كلوب تحتاج إلى 9 نقاط من آخر 4 مباريات، وهو أمر يبدو واردا جدا ليحقق الفريق أعلى حصيلة من النقاط في موسم واحد بالبطولة. أرقام غير مسبوقة يحققها محمد صلاح وليفربول تحت قيادة يورجن كلوب. بهذا نكون قد وصلنا مع حضراتكم إلى ختام جولتنا، هذا تذكير بعناوينها. الرئيس السيسي يوجه بالعمل على إيجاد مزيد من فرص التوظيف لفئة العمالة غير المنتظمة.
وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسة للمناورة حسم 2020 ويوصي بالحفاظ على أعلى درجات الجاهزية القتالية. استطلاع جديد للرأي يظهر تراجعا حادا لشعبية حزب أردوغان. في الختام وكالمعتاد نلفت عناية حضراتكم إلى أن التردد الجديد لقناة أكسترا نيوز هو 11785 فيرتيكال. إلى الملتقى بإذن الله.